الندوة الدولية حول تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها اتجاهات حديثة في تطوير المناهج ومناهج الدراسية. إذن لنا ثلاث مداخلات مع الأساتذة الكرام. سيكون لنا لقاء مع الدكتور يوسف إسماعيلي في موضوع الأسس اللسانية الخمسة لبناء منهاج مهارة القراءة في اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومع الدكتورة الأستاذة حبيبة سيكون لنا لقاء مع موضوع تحت عنوان كيف نطور مهارة القراءة لدى المتعلم، ومع الأستاذ والدكتور عبد الكريم شباكي سيكون لنا لقاء في موضوع تحت عنوان تمهين تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها. فلكل هؤلاء الأساتذة نقول شكرا على مجيئكم وشكرا لدعمكم لهذا السطح المعرفي. مرحبا بكم. بطبيعة الحال السيد كريم الشباكي أستاذ بكلية علوم التربية، وهو منسق لمصر التربية الجمالية وتدبير مهن التربية والفن، وشاعر وقاص. أستاذة حبيبة السويد قدمت نفسها وهي كذلك من بين المؤسسي وداعمي صرح المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بباريس. الأستاذ يوسف إسماعيلي هو من كلية الإنسانية والعلوم الاجتماعية جامعة الأخوين إفران المغرب. أعطي لي الأستاذ يوسف أولا في دقيقة ونصف أن يقول شيئا عن نفسي قبل الموضوع. تفضل الأستاذ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لأساتذة كلية علوم التربية، شكرا لمركز قلم ولوح لتعليم العربية للناطقين بغيرها، شكرا للمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية على تنظيم هذا العرس العلمي الذي نحتفي به في اللغة العربية، لغة باعتبارها لغة يتوافد على دراستها جمع غفير من كل الديانات والجنسيات الأخرى. والمغرب كما تعلمون يحظى بمكانة خاصة باعتبار نعمة الأمن الذي ينعم الله تعالى على المغرب بها، وباعتبار أساتذة والمتخصصين أيضا الذين يشرفون على. شكرا دكتور إسماعيل، لك ثلث ساعة لتقديم محاضرتك. شكرا سيد الرئيس. فيما يخص المداخلة التي سنقدمها فهي معنونة بالأسس اللسانية الخمسة لبناء منهاج مهارة القراءة في اللغة العربية للناطقين بغيرها. طبعا سأبدأ بتقديم محاور المداخلة، فهناك تقديم ثم هناك الإطار العام للأسس اللسانية لبناء منهاج اللغة العربية، القراءية خلفيتها النظرية ومفهومها، ثم سأتطرق إلى ذكر الأسس اللسانية والتعليمية للمهارات القراءية أو المكونات القراءية، وهي خمسة كما ترون، متكونة في الوعي الصوتي والمبدأ الأبجدي والطلاقة والمفردات وصولا إلى الفهم القرائي. بعد ذلك نصل إلى خلاصة ومناقشة. طيب، فيما يخص الإطار العام للأسس اللسانية، إذن المجال الذي يهتم بتعليم اللغة وتعلمها للناطقين بها أو بغيرها هو مجال اللسانيات التطبيقية، الذي يستمد كل نظرياته ويستمد معطياته من اللسانيات العامة، من المدارس اللسانية بصفة عامة، المدرسة البنيوية والتوليدية والوظيفية. كل هذا تأخذه اللسانيات التطبيقية لتختبره داخل المختبر، تأخذ كل تلك المعطيات النظرية فتحاول أن تأخذ منها ما هو صالح للصف التعليمي التعلمي. هنا يجب أن نتحدث عن اللسانيات التعليمية والفرق بينها وبين اللسانيات التطبيقية. اللسانيات التطبيقية كما تعلمون تتوزع إلى عدة فروع، هناك اللسانيات الاجتماعية، اللسانيات الحاسوبية، علم اللغة، التخطيط اللغوي، الترجمة،
اللسانيات النفسية إلى غير ذلك، كل هذه الفروع تدخل ضمن اللسانيات التطبيقية. ولكن عندما نريد أن نتحدث عن اللسانيات، عن تعليم اللغة وتعلمها، إذا نتحدث عن اللسانيات التطبيقية. أتت اللسانيات التعليمية لتختص كمصطلح وكمفهوم بهذا المجال، وهي فرع من اللسانيات التطبيقية طبعا. لكن في عوض أن نتحدث عن اللسانيات التطبيقية وتدريس اللغة العربية، نتحدث عن اللسانيات التعليمية وكذا، اللسانيات علم اللغة وتدريس اللغة، بدون أن نقول اللسانيات التطبيقية وتدريس اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها. إذا نتحدث عن اللسانيات التعليمية كمحدد إجرائي، كعمل إجرائي داخل الصف، تأخذ المعطيات أيضا من اللسانيات التطبيقية، من مختبرات اللسانيات التطبيقية، لتحاول أجراءتها عمليا داخل الصف التعليمي التعلمي. إذا فاللسانيات التعليمية هي ممارسة فعلية لمعطيات مختبرات اللسانيات التطبيقية. أيضا اللسانيات التعليمية هي تناقش لغة التعليم وتعليم اللغة بصفة عامة وتعلمها. اللسانيات التعليمية هي تجعل عملية تدريس اللغة فنا بالإضافة إلى كونه علما. فكيف ذلك؟ إذا العلم يأتينا من اللسانيات التطبيقية، تعطينا العلمية، تعطينا هذه المعطيات اللسانية التي تصلح إلى أجراءتها عمليا داخل الصف. لكن اللسانيات التعليمية تدخل فيها مختلف الاستراتيجيات والتقنيات وكفاءة الأستاذ وأسلوبه أيضا إلى غير ذلك، ليمحور تلك المعطيات العلمية التي قدمتها اللسانيات التطبيقية داخل الصف التعليمي، داخل الأجرة التعليمية. كيف ندرس اللغة؟ هذا ما تجيب عنه اللسانيات التعليمية بالضبط. إذن كما قلت أن اللسانيات التعليمية تقابل مفهوم اللسانيات التطبيقية في تعليم اللغات. اللسانيات التعليمية هي عصب التفكير التربوي واللساني في مجال تعليم اللغة بصفة عامة وتعليم اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها بصفة خاصة. إذن هذا ما يتعلق بالإطار العام لهذه المداخلة بحكم الأسس اللسانية التعليمية لبناء منهاج مهارة القراءة. الآن سأعرج على مهارة القراءة وأركز على القراءة طبعا، ولكن أبدأ بالقراءة كمصطلح. القراءة كما تعلمون أن اللغة تنقسم إلى 4 مهارات: الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة بهذه التراتبية المنطقية. مهارة القراءة تعد وسيلة وغاية في نفس الوقت خلال المستويات الابتدائية لتعلم اللغة. إذن أول شيء نبدأ به في تعليم اللغة للطالب الأجنبي هو مثلا محادثة. بعد التعارف نعرج مباشرة إلى القراءة، قراءة الحرف، الرموز اللغوية، الرموز العربية، كيف ننطقها. أهمية القراءة تكمن في استخدام المقروء لمواجهة تحديات الحياة. إذن ذلك الطالب الأجنبي عندما يقرأ يجب أن يستثمر ما قرأه في حياته اليومية. تفاعل القارئ مع المقروء يستلزم تدخل شخصيته ليكون قارئا حقا. إذن القارئ الذي يقرأ ولا يفهم لا يعد قارئا. القارئ الحقيقي هو القارئ الذي يقرأ ويفهم ويستثمر، هذا هو القارئ الحقيقي. كيف ذلك؟ لأننا مثلا نجد اللغة الفارسية قد تكتب بحروف عربية، ونستطيع كلنا أن نستطيع أن نقرأها، ولكن هل نفهمها؟ هذا هو الإشكال. إذن لا، ليس أنك تستطيع أن تقرأ بمعنى أنك تعد قارئ. يجب أن تقرأ وتفهم وتستثمر. إذن القراءة وسيلة وغاية في نفس الوقت كما قلنا. المبدأ التربوي التقليدي كان يقول تعلم لتقرأ وقرأ لتتعلم، بل يجب أن يعكس هذا المبدأ التربوي فنقول اقرأ لتتعلم وتعلم لتقرأ. إذن اقرأ لتتعلم، من القراءة نتعلم، لأن معظم التعلمات ليست إلا فكرا مكتوبا أو مقروءا تمثله الرموز اللغوية بصفة عامة.
طيب، كان مفهوم القراءة في المفاهيم التقليدية هي عبارة عن عملية عقلية ميكانيكية تهدف إلى ترجمة الرموز المكتوبة إلى صوات منطوقة وكفى. إذن هذا هو مفهوم القراءة، عملية ميكانيكية تهدف إلى ترجمة الرموز المكتوبة إلى أصوات منطوقة. لكن لا وجود لقراءة بدون فهم، كما قلت أن أقرأ وأن أفهم، أنا ذاك أعد قارئا. القارئ الفعلي هو الذي يقرأ ويفهم. القراءة الصحيحة تستوجب ضرورة ملائمة مضمون المادة المكتوبة لقدرات المتعلمين، لكن ليس كل شيء نقدمه للطلبة المتعلمين. مثلا في الكتاب تعلم اللغة لمحمود البطل هناك نصوص قرائية جيدة، وهناك نصوص قرائية تستدعي من الأستاذ أن يتدخل ليصنع نصا، من خلال ذلك النص يصنع نصا لتوائم ذلك المتعلم. سنرى هذا فيما بعد. إذن القرائية الآن ليست القراءة، وإنما الآن القرائية، فهي تهدف إلى تحقيق العملية التواصلية بين الملقي والمتلقي، بين الأستاذ والمتعلم، تهدف إلى تسهيل عملية الفهم والإفهام أيضا، كما تعمل القرائية على إيصال المتعلم إلى الفهم الكافي، ليس الفهم 100%، ولكن على العموم يصل المتعلم إلى فهم كاف يؤهله إلى أن يستثمر ذلك النص في مناقشاته الأخرى. لكن القرائية ليست حديثة كما يظن البعض، وإنما هي أيضا مفهومها فهو قديم. كيف ذلك؟ ذلك عندما أشار أبو هلال العسكري إلى هذا الأمر، قال: ولا خير في المعاني إذا استنكرت قهرا، والألفاظ إذا اجترت قهرا، ولا خير فيما أجيد لفظه إذا سخف معناه، ولا غرابة المعنى إلا إذا شرف لفظه مع وضوح المغزى وظهور المقصد. قد غلب الجهل على قوم فصاروا يستجيدون الكلام إذا لم يقفوا على معناه الأبكد، ويستفصحونه إذا وجدوا ألفاظه غزة غليظة وجاسية غريبة، ويستحقرون الكلام إذا رأوه سلسا عذبا وسهلا حلوا. هنا هذا هو مفهوم القرائية، ضرورة ملائمة ما نقرأ ذلك النص لمستوى المتعلم. لا يكون ذلك النص بتلك مثلا اللغة العربية القديمة، الأدب العربي القديم، اللغة الجاهلية، لغة الأدب الجاهلي إلى غير ذلك. ولا يمكن أيضا أن نقدم نصوص بسيطة ربما يحس ذلك المتعلم أنك تستغبيه بهذا النص. إذن القرائية هي تبحث عن الوسطية، والوسطية تأتي من الأستاذ في مراعاة أحوال المتعلمين، في مراعاة المحور الذي يدرسه لهم إلى غير ذلك. القرائية حديثا اشتهرت في كتاب المفردات الشائعة لثرندايك 1921. كيف المفردات الشائعة؟ المفردات الشائعة هي المفردات التي نستعملها داخل الصف والمستعملة داخل الكتاب المدرسي بكثرة، بمعنى أن هناك ألفة لهذا الطالب بهذه المفردات، يجب استثمار هذه المفردات داخل النص. ولذلك نجد كتاب محمود البطل أي درس يبدأ بالمفردات، ويستثمر تلك المفردات في درس القواعد، يستثمرها في درس القراءة، في درس المحادثة، وفي درس الكتابة، لأن المفردات هي مفاتيح سياق أي درس. أيضا ظهور معادلة القرائية وهي ليفلي وبريسي 1923، ونشر أيضا غاري وليزي كتاب تضمن العوامل التي تسهم في قرائية النص من وجهة نظر المدرسين والمشرفين والمسؤولين في التعليم. إذن هذه القرائية حديثا. القرائية تركز في مفهومها على التعلم النشط، والمتعلم هو محور العملية القرائية. القرائية تعتمد على بناء التعلم على مدى المتعلم من خبرة سابقة، بمعنى مراعاة أحوال المتعلم. القرائية تبتعد عن الآلية اللفظية التي لا تجعل للقراءة أثرا يبقى وينتقل. فالقرائية إذن
تدل على قابلية النص المكتوب ومدى صلاحيته للقراءة، وبذلك يتم الاستيعاب بيسر وسهولة. ركائز القرائية هي القارئ والنص، ملائمة النص للقارئ كما سبق الذكر. إذن هذه مقارنة بين القراءة والقرائية قد سبق ذكرها. إذن ما معنى أن تكون قارئا؟ هذا هو السؤال المحوري في هذا المداخلة. هل يعني ذلك أن تترجم الرموز المكتوبة إلى صوت منطوقة أم ماذا يعني؟ إذن فالقرائية تشير إلى درجة إلى المادة المكتوبة والقدرة القرائية للمتعلم الذين أعدت لهم المادة، وتعبر عن درجة الطلاقة التي تمكن القراء من استيعاب المادة المقروءة. إذن هي درجة التفاعل بين القارئ والنص. العوامل المثل التي تسهم في قراءية النص، هناك المحتوى بمعنى المضمون، أسلوب العرض، كيف نقدم هذا النص القرائي للمتعلم من خلال الكتاب أو من خلال نص خارجي. أيضا الشكل، هنا وأقصد الشكل بمعنى الحركات الإعرابية، لا بد لهذا المتعلم خاصة في المستويات الابتدائية كما للشأن للمتعلم في المدرسة عندما نقدم له في المستوى الأول نصوصا مشكولة. لما لا نقدم نصوصا مشكولة وكلمات مشكولة للمستوى المبتدئ؟ وهذا من عيوب الكتاب لمحمود البطل، كونه لا يشكل الكلمات ولا يشكل النصوص. الشكل يلعب دورا كبيرا في الفهم وفي القراءة الصحيحة. عوامل تنظيمية أخرى من الإخراج الفني للنص إلى غير ذلك. الأسس الخمسة للمهارة للقرائية تبدأ بالوعي الصوتي، يليها المبدأ الأبجدي، ثم المفردات والطلاقة، وصولا إلى الفهم القرائي. كل هذه المكونات هي ما يسمى بالمهارات القرائية، ولا بد لكل كتاب أن يعتمدها ولكل مدرس أن يعيها في تدريس القراءة، ليصل بذلك المتعلم من مرحلة المبتدئ إلى مرحلة المتميز في مهارة القراءة. فالقرائية أيضا من مميزاتها أن القرائية تعطي التحسن والاستمتاع، بعد ذلك يستمتع القارئ عندما يحس بنفسه أنه تحسن في القراءة، وبالتالي يقرأ أكثر ورغبة في القراءة أكثر. المهارات الخمس للقراءة هي الوعي الصوتي، يشير إلى تمكن المتعلم من نطق جميع الأصوات. عادة ما نجد المتعلم مثلا الأمريكي يصل إلى المستوى المتوسط الأعلى ولا نجده ينطق بعض الحروف العربية. هناك نقص في التدريب على الوعي الصوتي. الوعي الصوتي يجب أن يكون حاضرا بقوة خاصة في المستويات الابتدائية. يليه المبدأ الأبجدي. المبدأ الأبجدي يشير إلى تمكن ذلك المتعلم، إلى إعطاء ذلك المتعلم الاستراتيجيات والتقنيات لكي يميز بين الحروف العربية المتشابهة الرسم، تلك الرموز مثل الحاء والخاء والجيم، ما الفرق بينها؟ فقط نقطة، والدال والذال، الراء والزاي، السين والشين، الضاد والطاء. عندنا العائلات الحرفية في اللغة العربية لها نفس الرسم. المبدأ الأبجدي يقوم على تسهيل عملية التفريق بين تلك الرموز بالنسبة للمتعلم الأجنبي. المفردات تشير إلى كيفية تنمية هذه الرصيد اللغوي عند المتعلم ونوعية المفردات المقدمة إلى غير ذلك. الطلاقة، نصل إلى الطلاقة في المستوى المبتدئ الثاني والمبتدئ الثالث حسب الأكتفل أو فما فوق. فالطلاقة تشير إلى السرعة في القراءة والدقة اللغوية. السرعة في القراءة بمعنى أن نحسب الوقت أن نحسب الوقت بالنسبة للمتعلم الذي يقرأ فقرة مثلا من 100 كلمة، كم من الوقت قضى في هذه الفقرة. وأيضا الدقة اللغوية، هل كان دقيقا في قراءته أم أن قراءته مثلا تنقصها بعض العيوب أو هناك مشاكل في النطق إلى غير ذلك. ثم يصل إلى الفهم القرائي. سأمر بسرعة طبعا.
طيب هذه الأسس القرائية الأسس الخمسة، إذا الوعي الصوتي يكون في المستوى المبتدئ والمبتدئ الأول والثاني. المبدأ الأبجدي يجب أن نركز عليه أيضا في المستوى المبتدئ والمبتدئ الثاني. الطلاقة تبدأ في مرحلة المبتدئ الثاني والمتوسط فما فوق. لا يمكن أن نطالب الطالب في المستوى المبتدئ بالطلاقة القرائية. إذن الطلاقة نركز عليها في المستوى المبتدئ الثاني أو الثالث والمتوسط فما فوق. ثم نصل إلى المفردات. ممكن إذن في المستوى المبتدئ لا نكتب مفردات لذلك المتعلم الذي لا يعرف أي حرف، وإنما نبدأ معه بحروف بمفردات شفوية فقط. السلام عليكم، وعليكم السلام، أنا اسمي، أنت اسمه. وممكن أن نكتب له هذه المفردات بلغته اللاتينية. طيب الفهم، إذن في المستوى المبتدئ يكون فهم المسموع فقط، ولكن فهم المسموع في المبتدئ الثاني، وفهم قرائي للنصوص نثرية مثلا في المتوسط، وفهم لنصوص نثرية وتفسيرية في المستوى المتقدم. مثلا مستويات الوعي الصوتي أو استراتيجيات ما يجب أن يكون في بناء منهاج القراءة. التعزيز الصوتي كيف؟ هناك استراتيجيات كثيرة، هناك التمييز، كيف نقدم بعض الحروف التي لها نفس مثلا البداية أو نفس النهاية إلى غير ذلك. هناك التنغيم، العد، الدمج إلى غير ذلك. التقطيع الصوتي، التلاعب بالأصوات، الحذف، الإضافة إلى غير ذلك. كل هذه استراتيجيات تدخل ضمن الوعي الصوتي، وإذا تمكن المتعلم من هذا الوعي الصوتي بهذه الاستراتيجيات ستسهل عليه عملية القراءة وعملية الفهم وعملية الانطلاق في اللغة العربية. مثلا هذا بناء منهاج، كيف نقدم درس مثلا من خلال الكتاب في الوعي الصوتي. مثلا التقطيع الصوتي، إذا يجب أن يبنى الهدف، تقديم النشاط إلى غير ذلك. سأمر بسرعة. مثلا هذه لعبة في مجموعة المراجعات وضبط الوعي الصوتي. دائما يجب على ذلك الأستاذ مدرس اللغة العربية للناطقين بغير أن يعمل وفق مجموعات. دائما يقسم الطلبة إلى مجموعات ويتعلمون لوحدهم، لأن أولئك الطلبة هم متمكنون فعلا من استراتيجيات وكيف من التعلم الذاتي بصفة عامة. المبدأ الأبجدي كما قلت هو هدفه أن لا يحصل للطالب خلط بين الحروف ذات الرسم الواحد في اللغة العربية أو المتشابه. المفردات، مثلا هناك استراتيجيات كثيرة للمفردات، من بينها استراتيجيات مفاتيح السياق، استراتيجيات المعاني المتعددة، استراتيجيات عائلة المفردة. إذن سأمر مباشرة إلى عائلة المفردة. مثلا نستفيد من الاشتقاق في اللغة العربية لندرسه للطلاب الأجانب. الاشتقاق مثلا درس، دارس، مدرسة، مدروس إلى غير ذلك. نخرج له كل الكلمات، كل المفردات التي لها نفس الاشتقاق. الطالب عندما يعي هذا فهو يحب اللغة أكثر، لأن هذا غير متوافر في اللغة الإنجليزية. دقيقتين طيب. مثلا استراتيجية شبكة المفردات، بيت كما ترون، أمر بسرعة. مهارة الطلاقة كما قلت تركز على السرعة والدقة القرائية. إذن طيب، سأظن أن الوقت غير كافي لاستعراض كل هذه الاستراتيجيات. نعم، إذن في المناقشة إذا كانت لديكم أسئلة لغير ذلك. كخلاصة واستنتاج، القرائية ليست هي القراءة، القرائية هي مقاربة يجب أن نعي مهاراتها جيدا لكي نستثمرها في بناء منهاج خاص بمهارة القراءة في الكتاب المدرسي. هذا كل شيء، وشكرا جزيلا للإطلاع.